اهلا بحضراتكم من جديد. عشان نعرف تفاصيل اكتر تتعلق بمؤتمر كيروش النهارده او كمان الاهم وهو مران المنتخب اللي بيجرى في هذه اللحظات على استاد القاهره الدولي، خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي من داخل استاد القاهره. يا توفيق مساء الخير. مساء الخير عليك يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي الترند في كل مكان وكل جماهير النادي الاهلي اللي بتشاهدنا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بك يا توفيق. يعني خليني كده ايه اسالك في كم نقطه مهمه وابتدي معاك بالمؤتمر الصحفي، وعايز اعرف ردود الافعال الخاصه بالنقاد والصحفيين اللي كانوا موجودين في المؤتمر النهارده بعد تصريحات كيروش، واللي اعتقد ان هي مفاجاه كبيره للبعض او للاغلبيه من الحاضرين في هذا المؤتمر. ازاي استقبلوا تصريحات كارلوس كيروش النهارده؟ طبعا يا امير انا يمكن حضرت اكثر من مؤتمر لمستر كيروش، مش دوت اول مؤتمر احضره له، فهو الراجل نفس السياسه اللي بيتبعها في كل المؤتمرات الصحفيه كانت متبعه النهارده، ان هو كل اجاباته بشكل كبير جدا دبلوماسيه. يمكن كمان بتساله السؤال ما تقدرش تاخد منه اجابه محدده يا امير، او الاستفسار انت عاوز تستفسر عليه، دايما الراجل بياخدك في حته تانية جدا، دايما كلامه دبلوماسي، دايما كلامه ما فيهوش اي وعود بشكل قاطع، اي سؤال بيتوجه له دايما بيتكلم في حاجه واحده بس، ان انا جئت من اجل التاهل لكاس العالم والمباراتين الفاصلتين اللي هيبقوا في شهر مارس. كاس العرب قال انا رايح اتعلم، ولو ما اتعلمت يعني رايح اتعلم لو في حاله ما حققتش الفوز. كاس الامم الافريقيه يمكن اكثر من سؤال كان ليه، هل احنا رايحين ننافس، هل احنا رايحين ناخد البطوله، كان قال طبعا المنافسه صعبه لكن انا اللي يهمني ماتشين مارس المؤهلين لكاس العالم. وحتى لما اتكلم في بند التعاقد مع الاتحاد المصري لكره القدم، هل كان يعني الهدف الرئيسي في التعاقد معاك الفوز بكاس الامم الافريقيه ومن بعدها التاهل لكاس العالم، كان برضو اكد ان هو ما كانش في اي كلام عن كاس الامم الافريقيه، هو الاتفاق معاه فقط او الهدف اللي هو جه من اجله هو التاهل لكاس العالم. قال طبعا احنا رايحين نكسب وهناخد ماتش بماتش، يعني هنكسب الماتش وبعد كده نفكر الماتش الذي يليه، واتكلم كمان عن المنافسه في المجموعه، واتكلم عن منتخب نيجيريا المنتخب قوي جدا سبق له الصعود لكاس العالم مرات عديده، وطبعا كل المحترفين بيلعبوا في اوروبا، ما فيش يمكن لاعب واحد بس. انا بس يا توفيق عايز اعرف يعني استقبال الحاضرين لتصريحاته كانت ازاي؟ يعني التصريحات بتاعته احنا سمعناها وقرناها وكل حاجه وشفناها، بس الناس استقبلت التصريحات دي ازاي؟ هل شايفين ان ده كلام منطقي ولا مستغربين زينا كده؟ يمكن اللي انا لمسته داخل المؤتمر الصحفي وحتى كمان من ردود الافعال امير، ان لا طبعا الناس مستاءه جدا، الناس كانت مستنيه تسمع اجابات محدده كمان عن اللاعبين اللي استبعدوا من المنتخب، كمان كان في كمان استياء من لما سالوه عن اللاعبين، انت يمكن قلت ان انا هجرب اللاعبين في كاس العرب، فانت لو خدت بالك في اكثر من لاعب في كاس العرب انت اخذتهم مش موجودين في قائمه كاس الامم الافريقيه، فانت منين كنت رايح علشان تجرب لاعبين ومش رايح تكسب البطوله؟ وبعدين قال تصريح انا شايف ان لازم نقف عنده كتير جدا امير، انه قال ان انا يعني ازاي بتطلبوني ان اكسب كاس العرب وانا في لعيبه اول مره اشوفهم في المطار. طب انت اخترتهم على انها اساس، انت المدير الفني، انت المسؤول عن الاختيارات، بانها منطق بتقول ان انا اخترت لاعبين واول مره اشوفهم في المطار؟ التصريح ده بالنسبه لي كان اغرب تصريح النهارده في المؤتمر، بغض النظر على حاجات كتير اتكلم فيها، بس ازاي بتتكلم انك انت بتقول لعيبه اول مره اشوفهم في المطار، انت مختارهم بالفعل. وطبعا اتكلم يمكن في الحاجات الايجابيه بس اللي تخصه، قال يعني انتوا بتكلموني في النهائي، تم مروان داوود حط جول ما حدش كان متوقع، واحمد ياسين عمل ماتش ما كانش متوقع، واتكلم عن محمد عبد المنعم قال ما كانش في حد في مصر يتوقع انه يلعب مباراه ويؤدي اداء عالي. فاتكلم في النقاط بس، يعني يمكن كمان في سؤال نوجهه له عن احمد رفعت، احمد رفعت من الناس اللي كانت متميزه جدا في كاس العرب وانت اللي اخترته. فقال فجاوب اجابه زي ما قلت لك، ده اسلوبه دايما، هو بيجاوب اجابه بعيده جدا عن السؤال. اتكلم عن احمد رفعت، قال احمد رفعت انا لما سالت عنه عرفت ان هو مستر برادلي اختاره وهو عنده 20 سنه، وانا اللي اخترته لما بقى عنده 28 سنه معجبته بمستواه. وقال طبعا هو كان تصريحه حتى دبلوماسي في النقطه دي، قال ان كل اللاعبين حتى اللي مش موجودين في القائمه انا يعني في ان شاء الله هيبقى لهم معايا في المستقبل امكانيه للضم. حتى اتكلم عن قائمه ال 40 لاعب، قال ان انا في حاله ان انا احتجت اي حد منهم وانا في كاميرون انا على تواصل مع انديتهم ان هم يكونوا جاهزين. وبالمناسبه امير كمان كان تصريح اغرب من كده عن موضوع ال 28 و25 لاعب، هو اصر النهارده قال انا هسافر ب 25 لاعب فقط بس مش 28 لاعب. طبعا انت عارف ان لائحه البطوله بتنص ان كل منتخب من حقه السفر ب 28 لاعب ويكونوا على نفقه الاتحاد الافريقي او الدوله المنظمه، لكن هو اصر انا هسافر ب 25 لاعب فقط في حاله ان انا احتجت لاي لاعبين هستدعيهم من القاهره من هنا. طيب يعني كلام مهم جدا في الحقيقه وغريب غريب للغايه، فبالتالي يا توفيق عايز اسالك بخصوص المران اللي بيجرى في هذه اللحظات وابرز ملامحه ايه وموعد انضمام المحترفين، الموعد النهائي هيكون امتى؟
مبدئيا امير ده المران الاول في المعسكر المغلق للمنتخب. كان في مران خميس وجمعه وسبت، بس ده كان اثناء المعسكر المفتوح. النهارده هو اول ايام المعسكر المغلق اللي بيقام في احد فنادق التجمع الخامس. يمكن اللاعبين النهارده 19 لاعب في المران، الاربع حراس الشناوي وابو جبل ومحمود جاد ومحمد صبحي، بجوار 15 لاعب. يمكن المحترف الوحيد اللي موجود في صفوف المنتخب النهارده هو عمر مرموش اللي انضم منذ ايام المنتخب. ان شاء الله بقيه اللاعبين هينضموا غدا. يمكن مستر كيروش اتكلم في المؤتمر الصحفي ان محمد صلاح ان شاء الله هيكون موجود وهياتي غدا على متن طائره خاصه. حجازي كمان، مصطفى محمد، بقيه المحترفين في انجلترا، تريزيجيه والنني ان شاء الله طبعا كلهم بيادوا مباريات النهارده في الدوري الانجليزي، يكونوا متواجدين ان شاء الله. يمكن المران بدا فيه تمام الرابعه ونص، طبعا يمكن المران بدا بقى بعد الجمل البدنيه، التدريبات في نص الملعب بعد التدريبات الاحمالي اللي اشرف عليها مستر كيروش بنفسه مع الجهاز المعاون، تدريبات حراس المرمى طبعا التخصصيه مع كابتن عصام الحضري. يمكن كان مسموح بوجود وسائل الاعلام اول نصف ساعه من التمرين فقط. بعد كده هو كمان اتكلم في المؤتمر الصحفي النهارده مستر كيروش، قال ان الفتره الجايه بقى فيه شكل جديد جدا في التعامل مع الاعلام خلال التدريبات الفتره الجايه، من يعني من بكره ان شاء الله وحتى يوم الجمعه اللي هو موعد السفر، هيكون كل يوم التدريب مفتوح اول ربع ساعه لوسائل الاعلام بشكل كامل. وقال كمان الجديد ان هيبقى فيه لاعبين كل يوم اثنين او ثلاثه لاعبين هيطلب تصريحات للجهاز الفني. لما سال كمان عن ان هو بس اللي بيطلب تصريحات، قال هو الطبيعي ان في اي مكان في اداره لازم يكون في صوت واحد واتجاه واحد كلنا شغالين فيه، فطبعا الطبيعي جدا ان انا بس اللي اتكلم وكده، مفيش حد من الجهاز المعاون يتكلم. لكن في الفتره الجايه هيبقى في لاعبين بتتكلم، واي حاجه وسائل الاعلام عايزاها هتكون متاحه، عشان طبعا احنا محتاجين مساندتكم في الفتره الجايه. تمام يا توفيق، انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز محمد توفيق من استاد القاهره الدولي قال لنا كل تفاصيل بتتعلق سواء بالمؤتمر النهارده او حتى كمان بمران المنتخب. انا بصراحه كده بمطلع فاصل سريعا قوي، يعني قوي مش عاجبني قوي طريقه تصريحات كيروش، وحاسس ان فيها استقلال كبير جدا جدا بعقليه المشجع المصري وكمان بعقول الاعلاميين المصريين، وحاسس ان هو شايف نفسه اكبر من مصر واكبر من المنتخب. انا مش عاجبني تصريحاته من الاخر يعني بوضوح كده. طبعا بتمنى له التوفيق وان شاء الله منتخبنا يعمل حاجه كويسه في كاس الامم، ويا ريت ياخد البطوله ويعمل عكس تصريحاته، تمام، لكن انا مش عاجبني طريقته خالص يعني. فخلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا.